للاسبوع القادم. هلا عامر بنير تم. معلش السؤال، واعتقد السؤال هذا في بال كل المشاهدين، خذ راحتك. الى متى في البرايمات؟ والله انا ما ندري، نجتهد نجتهد يا ابو يارو. لكن الحظ اكيد. انت محاطين 700 كاميرا، لو الفها طاحت عيني على ذي والخصم يمشي. يعني مشكلتك في مشاهدة الكاميرات بس، مو بمشاهدة الكاميرا، هي عيني تنجذب للكاميرا. عينك الف هنا القاها، الف يسار ابن حاشر قال لي واحده. هذه الاضواء الشهرة، شو نسوي يعني؟ نسوي ولا سم؟ هي المعجبة الكثير. صحيح. شو نسوي يا ابو لا شيء ثاني؟ لا اللهم لك الحمد، ما درجات درجات، نقاط من الجمهور، نقاط فقرات، ماشي كويس مقارنة بال ها؟ ما والله غلط اصلا، غلط غلط ان الامبراطور يوقف على استيج البراي. اي والله عاد هذه ظروف المسابقه، لكن انت والله تستاهل نحطك على الكرسي وعلى المركز الاول ان شاء الله توصل لها قد وقدود. الف مبروك لحبيبنا عايض الزايد، رجوع برنامج. تستاهل يا ابو محمد. شكرا ابو يارا على اداره الابرايم الجميله، وشكرا للجمهور الواقع، اشكر من على قولتهم الجمهور الجميل اللي ساعدني واللي ردني مره ثانيه في اليوم 90 باذن الله لقانا.